ذلك الحديد نسي ما عارف حيد بالزولة حيد المرارة وهاد المشلة. خافوا قال لي تموتي فين العملية، خافوا قال لي تموتي فين العملية. اخويا انا دابا معاق، اخويا معاق من رجلي وليدي جنبي كله طاح ليا، وزدت بعد الورسة تهرس جوج ورسات من رجلي اللي راه مريضة ليا، وديك الورسة اخويا دابا 4 شهور ما كنقدرش نوض. واخويا السبب ديال هاد الورسة اخويا عزلقت، عزلقت وطاح بوحدي من زلق قبل ما نطيحي كنت مشله. كنت مشله. السبب ديال الشلل؟ الشلل ما عرفتش من هنا، مني كانت عندي 12 عام وانا مشله، دابا 40 عام وانا مشله. شلل نصفي. شلل نصفي، انا ودابا محيده البزوره خويا، حيده المراره ومحيده كل شيء، ما عنديش تصرف عليا وما عنديش يكون بيا، وكاين شي كيشقى عليا الوالده كبيره في السن. ما جينا جينا حنايا شناك غير انت والام ديالك. انا الام ديالي خويا كاينه، انا الام ديالي اللي كاينه انا ويا في الدار عايشين، هو ما عايش على قد الحال. نسبه شكون اللي كيصرف عليكم؟ انا ما كاين اللي كيصرف لنا، لكن شي واحد كيتعاون معنا صافي، جيران وشي واحد الجيران اللي عطاونا شي حاجه نصرف على قد الحال. ما عندناش اخويا وما بحالناش الحاله، توريكم الدار عايشين في الدار بحال هكا الطواليط، ما عندناش مصيبه، ما عندناش حاجه الماكل، لا فراش عادي. انا بيت اخويا دابا انا نتمشى على رجلياتي، بغيت نوقف على رجلياتي كريصة باش نتمشى ولا باش ندير، ما لقيت والو. ما ودي الدواء غالي، غادي يجي الدواء والبراوات وفريد. بالنسبة لك مجموعة ديال الشلال وديال التشل عندي ديال الرجل وديال العصب، وليت فيا مرض العصب، متبع مرض نفساني. علاش شنو السبب اللي خلاك تشبع طبيب نفساني؟ ما انا بتعصبت بأني الشيء اللي وقع لي، بقيت كنغوت وكنبكي بالدواء على الطبيب النفساني، قالت لي عندك العصب ما كاينش الناس لا ليل نهار. من تهرس وانا هكاك، قبل ما كنت تهرس وانا هكاك ما مريضه، كنغوت وكنعش ما كنعش مزيان، مشات للطبيب العصب قالت لي عندك العصب، خرجت لي الدواء ديالك 6000 ريال، وعاد الدواء الاخر تاهو 7000 ريال، مع 8000 ريال باش كنشريه. وخويا ما عنديش والله خويا من عندنا، ما عنديش يدخل ليا خبزه ديك الاخرى والله خوتي، وحق الله العظيم حالتي كي توروني الحاله ديالي توريكم. الوالده راه عندي كبيره جايه في السن، عندها 80 عام، هي اللي كتعاونني وهي كدير لي حاشاكم الناس، هي اللي كدير لي، ما عنديش يشقى عليا ما كاين والو. انا والوالده خويا ويتكم دابا كريصة ولا شي حاجه باش نتعاون، باش نوقف، باش نمشي على رجليتي نوقف شويه والو. كاينش اخويا اللي يعاونني يوقف عليا، طوق عليا يعطيني شي حاجه، تسامو معايا الجيران تاعي أيوة والو. غالب الله عين بصيرة ولا تقصيرة، شوف يا ديدي شلة وما عديش تحاريش حالي توريكم اخويا. اخويا المحسنين تعاونوا معايا دابا في حيد البزول، في حيد المرارة، كلشي حالتي لحالة تشوفوا فيها. هذا الشيء اللي نقول لك اخويا. بالنسبة للأدوية كيف مشنا الأدوية هنايا؟ ثلاثة كاينين ديال كاين ديال الهرس وديال العصاب وعاد ديال التشلي. ديال شكون اللي كيشرب لك في الشهر؟ شكون اللي كيحاول؟ دابا عندك بحال الجيران ولا شي واحد كنبقى فيه كيجيب لي شي حاجة صافي، هذا الشيء اللي كاين دابا ما كاين حتى حاجة اللي كتعطيني شي حاجة. الأم ديالك ما خدامة ولا شي حاجة؟ ما دار حتى حاجة، ما خدامة ولا ما دار تقاعد، لا والو. الوالد كان والو المدخول، لا والو. الوالد كان كيبيع الخضرة، كريصة ديال الخضرة مات، ما خلى لنا والو. تشوفوا الحالة الدار. بالنسبة لمينا كيفاش كانت قبل باش نحول من الوضع الحر إلى عام كثر؟ أن مينا كانت قبل شوي كنتي خدامة، أش كنتي كدير؟ ما كنتش خدامة، قلت لك أنا مني كنت عندي 12 عام وأنا مشلة، ما خدام والو، بحال كيشوفني شي واحد في الزنقه كيروف عليا. كنتي كتخرجي بعدا؟ كنت كنخرج، ولكن كندور كنجر رجلي شويه شويه، كنجر وكنخرج، ماشي كنبقى جالسه كنخرج. دابا ملي مابقاش نخرج دابا ملي تهرس صافي 4 شهور مابقاش قاده نوقف على رجلي. 4 شهور دابا انت رايحه في البلاصه؟ انا 4 شهور واخا على حسب بحالك، 4 شهور جنابي طابوا علي، وهاد الكتف المحايده منه المزوله كيضرني، كنشرب هذاك الدواء ديال العصب وديال ديك المزوله. داكشي اللي كاين اخويا، الشيء اللي كاين مع الحاله توريكم. وعندي شو التصاور ديال وليتي ومن الورسه عندي واعره، بغا يديو ليا الحديد، قال لي الورسه ديال الحديد الطبيب، قال لي الورسه ديال الحديد ولا ذاك الحديد نسي مع عارف حيد بالزوله محيد المراره وهاد المشله. خافوا قال لي تموتي فين العمليه، قال لي ندير لكم على القبص.
كانت عندك عملية ديال الحديد. عندي العملية ديال الحديد، ما بغيتش يدوا ليا، قال لي تموتي في العملية، انت ما عندكش جلد وما عندكش الصحة، مشي للوقافة. هادشي خويا قال لي ندير لي القبصة دابا 14، وانا دايرة عطيني التويتر شهر واحد يعني شوفني اش غيقول لي، تصاور عندي البلاك ديال الثاني عاد في موحدين بربعة ب 8000 ريال، هذا يعني مشي عندو وغادي نشوف ثاني اش يقول لي. وهادشي اللي كاين اخويا بالنسبة لمين دابا كتبتي على الطبيب كيعاونك؟ ما كيعاونني، كاين طلب 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 امي طلب الجيران ولا الجيران كيعاونوك ولا الجيران باش ولا الجيران باش الجيران اللي كيطل كيطل الولد اللي الجيران اللي كيهبطوني ثلاثة أربعة كيهزوني مساكين حطوني في كروسة كنطلب على العيادات. والله ما نكذب عليكم العيالات وقفوا معايا الجيران كيمشوا معايا، المهم ما كتقدرش تمشي الجيران اللي كيمشوا معايا العيالات ونطلبهم من الرغبة ويمشوا معايا. وكيدو شحال مرة تقريبا انت كتمشي دير الكونترول عندك؟ دابا انا كنمشي شحال مرة؟ جوج مرات في الشهر بحال هكاك. جوج مرات في الشهر كتعذبي فيهم؟ كتعذب فيهم في الطريق وفي ولا الجيران ولا يتشكاو كنقول لك انا عينه مره يجي ومره ما يجي وانا عينه مع ثقيله كن واش ندير نمشي لكم. امينه دابا من بين اهم المتطلبات ديالك امينه انت ان شاء الله تحاولي ترجعي كاع غير رجلك تشافى، ما بين المتطلبات ديالك امينه؟ بغيت انا خويا شي كرير الكروسات باش تعاون نخرج بيا، وبغيت امكانيات بحال كي صف شي فلوس باش نشري الدواء تعالج المعيشة وداك الشيء. انت مش طالبة ديك باغي غير الدواء، باغي داك الشيء بسيط، باغي الدواء، باغي شي واحد يكري ريسة، داك الشيء غير باش تعيش، داك الشيء باش نعيش، باش نعيش على الشهر، داك الشيء باش نعيش، باش بحال الترونسفور نمشي للطبيب وداك الشيء خاصني تا هو ميزانية. تا هو كتمحلي فيه؟ كنتمحل فيه، تا هو كنتمحل فيه. كنت طاكسي حمر على ما أقول. طاكسي حمر هو اللي كيديني، كيديني ويجيبني ويديني، هذا الشيء اللي كاين أخويا. المصاريف ديال الطاكسي حمار ديال كتبت بشي الكونترول، شكون كيعطيهم لك؟ انا كيعطيو ليا خويا الناس بحال الناس كنبقى فيهم كيطرفوا عليا صافي، هادشي اللي كاين كنبقى فيهم كل واحد كيجي يجيب ليا وانا عييت. دابا حتى واحد بقى دق عليا الباب، دابا المحسنين الله يجزيكم بخير وقفوا معايا شوفوا حالتي، هادشي اللي نوريكم والله عين بصيره ولات قصيره العار عليكم، وقفوا في معايا وشوفوا فيا امكانيات ما عنديش باش نعيش وما عندي والو، باش بغيت عا نوقف على رجلتي ونخرج برا نشوف، ما قديتش ما عنديش امكانيات باش نشري كروسة باش نشري الدواء، الدواء اللي غالي عندي ديما الدواء عندي ديال بزولة وديال كلشي ديال الأعصاب ديال اللورس باش ما يشد. نتمنوا مين يكون ان شاء الله شي ناس تكلفوا بالأدوية على الأقل، نتمنى يكون الخير ان شاء الله ان شاء الله الاخير ديال كمينة. قول لي سالي معاك الله يسهل عليكم، الله يدير لكم تا الخير ويوقف معايا، الله يجازيني بخير والله يوقف معاكم جميعا، هادشي اللي كنطلب اخويا الله يسهل عليكم، بارك الله فيكم، شكرا.